تتطلب مبالغ كبيرة. واش نصدقكم عيس ما تمشي هذيك غادي تحلش هذا العام، لانه خصو على ما يبدو ما يفوق حسب التقديرات الاوليه خصو ما يفوق مليون ديال الدرهم ديال المصاريف الخيرويه. لو ما تتقدروا الارقام حنا في شهر 5 ولو نجي دابا نوجد الصفقه ندير المسطره ما توجدش الصفقه قبل شهر 7 ولا شي حاجه. انا رغم ذلك طلبت باش النقطه تبقى ونبدا في جدول الاعمال. لماذا؟ باش اولا يدوز المقرر ثم نبحثوا على التمويل ثم نديروا الصفقه بغض النظر على الوقت باش ما نبقاوش حتى دابا الى عندنا هذا الشيء تنذكروا حتى تبقى 3 شهور 10 تنذكروا. الا حنا بغينا باش ندوزوا في 3 شهور التحملات انا حاطه في البرنامج عندي باش نقدروا على امكانيه ديال التمويل ونخرجوا الصفقه واخا تكون في وسط الصيف ونداو الاشغال ونجمع ونشوفوا كيفاش غنستغلوه. لان هناك انا طرح السؤال دابا المشكل شنو هو؟ بحال اللي تمشي السجن وما درتيش المداخل معاه. المسبح على ما قيل لي على حسب التصميم اللي عشت انا ما مشيت بكل صراحه لعين المكان باش نصدقكم. سافرت للجنه وكذا تنقول لهم شوفوا شي امكانيه باش يكون شي حاجه نخبوا فيها شي رواج باش الا كنا بغينا نديروا شي كونفونسيون مع شي حد يقدر يواسب. هذا بحال الاكراه اللي كاين حاجه كندير ذاك المراحل العموميه. الا ما خبتش شي حاجه باش تواصل المداخل راه ما تكونش عندك الخدمه. ولكن الاساس هو انه بغينا ندوزوا 3 شهور تحملات نبحثوا على مصدر التمويل نخرجوا الصفقه ولا باش يكون جاهز السنه المقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بغيت نشكر السيدات والساده اعضاء المجلس. كما شفتوا المجلس عقد الدوره ديالو في اجواء عاديه جدا. تم التصويت ل 24 نقطه وبالاجماع وبتدخلات اللي كانت جد مهمه واقتراحات جد مهمه من الاغلبيه ومن الاقليه. اقول من الاقليه لانه احنا الحمد لله في سله ما عندناش اغلبيه معارضه، عندنا اغلبيه تدبر واقليه تراقب ونتعامل بتعاون. تلاحظوا بانه دوزنا واحد خلق ديال واحد الشركه ديال الملاعب الرياضيه، شركه من واحد الملاعب الرياضيه، مجموعه الملفات اللي كانت مهمه جدا، دفاتر الشرط والتحملات ديال مجموعه المواضيع اللي كانت مهمه، والحمد لله كلها دازت بسلاسه بتعاون بتفاهم. كذلك هناك بعض الامور اللي خصنا نتعاونوا مع السلطه المحليه ومشكور السيد العام اللي تيتعاون معنا فيها. وبلغت كذلك اعضاء المجلس بنقاط اللي طبعا ماشي هي الموضوع ديال النقاش ديال المجلس الجماعي، ولكن هي تناقش في المؤسسه ديال التعاون بين الجماعات، خاصه ما يهم مطرح النفايات ام عزه، ما يهم النقل الحضري، ما يهم رضال. فاعطيت بالصفه ديالي كرئيس ديال هذا المجلس هذا اعطيت لاعضاء المجلس نورتهم حول مجموعه ديال النقاط اللي تهمهم، خاصه ونحن نعلم بانه النقل الحضري كان تعرف واحد الصعوبه في العدد الحافلات. الحمد لله 90 حافله غتكون جديده بمجموعه الخطوط مقاربه جديده فيما يخص مثلا ليلين اكسبريس، فيما يخص ذاك البطائق ديال لي كارت دابونمون، والذي يخلي زعما التكلفه في متناول ديال المواطن العادي، خاصه المواطنين اللي ما عندهمش امكانيات باش يركبوا في الطاكسي وغيره. فيما يخص مطرح ديال ام عزه، هناك شركه ديال فيوليا، شركه جديده اللي تدخل من الاخر السنه، تم الاتفاق وحاولنا نحسموا يعني التكلفه في حدود الامكانيات ديال الجماعات. ما نساوش بانه هناك دائما دعم من وزاره الداخليه في دعم، اقول دعم مادي، ثم كذلك دعم تقني فيما يخص الخبره والمواكبه. سيد الرئيس بالنسبه عندي سؤال بالنسبه للناس اللي جاوا كيكريو لي باراسول وكراسي في البحر، جاتهم خبر باللي غادي تفوضوا الشاطئ ديال سلا الشركه يعني متخصصه في ماشي غنفوضوا الجماعه في اطار الاختصاص تنظم. درنا راه حنا صوتنا قبيله على دفتر شروط ديال دفتر الشروط والتحملات ديال المظلات الشمسيه ديال الكراسي باش ننظموا، باش عاد ديك الساعه نشوفوا شكون اللي غادي يدبر في اطار واحد الشروط لتوحيد الرؤيه ولتوحيد حتى المنظر والجماليه. ما نساوش بان عندنا فندق ديال الفيرمونت 5 نجوم، كنا تنطمحوا باش نوصلوا اللواء الازرق وحنا خدامين عليه وتنصلحوا يعني المقاربه ديال التنميه. عندنا برنامج طموح للتنشيط ديال الصيفي، لانه المواطنين ديال الاحياء الشعبيه كلهم تيهبطوا للبحر. في هذا الاطار عيننا مدير البحر، درنا لجنه مختصه
تنقلبوا على مجموعه ديال المستشارين والداعمين باش يكون عندنا التمويل الكافي. هذا كله تيدار اون بلاص. حنا ماشي تنجي وما نجيش ونعطي ونكلف ربعه الناس، كل واحد يجيب واحد الكرسي في واحد اللون وواحد الباراسول في واحد اللون. هاد الناس هذا واش لقيتوا لهم شي حل؟ يعني 34 عائله الا جينا كل حاجه ونقول فيها 34 عائله، اولا باش تقولي تشرد، انا ما شردت حتى شي واحد. ثم المنطق هو تنحترموا يعني شوف لا بلاتي حنا شوف القانون تيحدد الامور ياك، تيحدد الامور ديال التدبير. واش دابا الا جا شي واحد وتيستغل واحد الفضاء جماعي فوضى، غدا ملي هنجي نطبق القانون وندير ليه واحد المساطير هذه يقول لي تتشردني؟ اسمحي لي، ماشي المقاربه هي هذه. حنا ما تنشردوا حتى شي واحد وتنضبطوا الامور. الله يجعل البركه. شكرا. حطوا لي دوسي ديالهم ديال الدعم. لا ما عنديش الجمعيات، راه كاينه لجنه مختصه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.